законное и справедливое решение, что суд будет вершить беспристрастно. الخبرة العالية ويجب أن نكون مثالا جيدا في العمل وفي الحياة بشكل عام. والجميع ينظر إلى القضاة بشكل خاص. طبعا من المتعذر بما كان تلبية احتياجات وطلبات المواطنين الروس. بطبيعة الحال المجال القضائي مركز يحتل مركز الصدارة من حيث الاختلافات، ويجب عليكم ويرجى منكم ضبط النفس وربطة الجأش أثناء الأعمال في المحاكم. كل شخصية قضائية تتحمل المسؤولية عن كل هذه الأمور في تنفيذ المهمة القضائية في روسيا، في دولتنا، لكي يثق الناس في المحكمة، لكي يفهم الناس أنهم سوف يحصلون على رد عادل من القضاء الروسي. وأنا على يقين بأن القضاء الروسي سوف يحظو بهذه الحظوة مستقبلا ولاحقا، وبطبيعة الحال سوف نقوم بكل ما في وسعنا لكي تحصل أعمالكم ردا من الدولة مستحقا وخليقا. وبطبيعة الحال نحن نقوم بكل ما في وسعنا مساهمة كبيرة في تقدير الشخصيات القضائية أمام الدولة طبقا للمنصب. أعتقد أن إقرار مثل هذه القوانين، كل هذا سوف يساهم في تقوية وضع القضاة الروس، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم ومسيرتكم المهنية. شكرا لكم على حسن المتابعة.